السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما المجموع الجذري السابق إذا جيت تزرع نبتة أو شتلة، يعني حتى لو كانت شتلة كبيرة، المجموع الجذري السابق هذا لا تحسب عليه ولا تعتقد أنه بيستمر ينمو على نفس الشكل وعلى نفس الوتيرة. الشتلة إذا زرعتها أو النبتة الجديدة إذا زرعتها لابد أن نموها يوقف بشكل طبيعي ثم تعاود النمو مرة أخرى. المجموع الجذري، الجذور اللي أنت الموجودة في الشتلة سواء كانت ملتفة أو مستقيمة، ملتوية أو غير ملتوية، سليمة أو غير سليمة، هذه ما تستمر تنمو على نفس الشكل. هذه غالبا نموها يتوقف وتتفرع منها جذور حديثة، وأحيانا يكون التفرع من الساق نفسه المدفون تحت سطح التربة، ومثل ما نشوف في هذه النبتة طبعا زرعناها، زاد المجموع الخضري في زيادة في المجموع الخضري، ولكن الجذور إلى الآن لم تتضح. طبعا الجذور موجودة لأنه طالما النبتة ثبتت وزاد المجموع الخضري معناه يوجد جذور ولو كانت جذور صغيرة وحديثة. طبعا نفك التربة ونتأكد. طبعا مثل ما نشوف، مثل ما هو واضح، توجد جذور حديثة صغيرة ولكنها لا زالت صغيرة، وهذه الجذور هي جذور متفرعة من الجذور الموجودة السابقة. كما نشاهد تفرعت بشكل جانبي، لذلك المهم أن تكون التربة خالية من مسببات التعفن. مهما كانت الجذور ملتوية أو ملتفة، المهم هو أنك تزرعها بطريقة صحيحة وفي تربة مناسبة وفي توقيت مناسب، وهذا أهم حاجة. وهذه شتلة جتروفة، كانت جذورها كانت بدون تربة وجذورها ملتفة وملتوية ومشوهة أيضا. طبعا زرعتها وتركت هذا الجذر الرئيسي، تركته ظاهر للخارج من أجل التثبيت. طبعا نفكها الآن ونشوف الجذور من أين نمت. طبعا كما نشاهد الجذور تفرعت من الجذور الرئيسية الموجودة تفرع جانبي، وتفرعت أيضا من الساق الغريب من سطح التربة. كما نشاهد هذا الجذر الرئيسي، هذا خلاص، هذا سوف إذا لم يتفرع سوف ينتهي ويتحلل في التربة. طبعا نشاهد أنه ملتف التفاف شديد، بالرغم من ذلك هذا لم يمنع نمو الجذور. لذلك لن تجد شاتلة في المشاتل جذورها غير ملتف، إلا الشجرة اللي تزرعها عن طريق العقلة أو عن طريق البذرة في الأرض مباشرة. هذا، وأتمنى لكم الفائدة، والسلام عليكم.